موضه تبانيك وزينه، دايما في زينه بنهتم بمظهرك وجمالك، علشان كده النهارده هنهتم بمظهر وجمال لبسك مع مصممه الازياء ايناس جميل. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا رايده. طبعا في البدايه عايزين نعرف الناس اكتر بيكي. اتعرفتي امتى انك حابه تصممي ازياء؟ كل الكلام ده عرفني بيه اكتر. انا بقالي في الكارير تقريبا 5 سنين. بدات اول حاجه بفكره الكمام الجاهزه للمحجبات، دي كانت اول حاجه فكره عملتها، وبعد كده عملت كوليكشن كامل، بقى كوليكشن كامل ازياء. طيب ايه اللي شجعك اكتر انك تدخلي المجال ده؟ انا طول عمري وانا صغيره بحب الفاشن والاطرز واخيط، كنت بعمل شنط وانا صغيره وكده. بعد ما خلصت الكليه انا خريج تجاره، ملهاش علاقه خالص بالفاشن، بس اخدت بقى كورس في الباترون والتطريز وكده. ف بعد ما عملت كده بدات اعمل كذا كوليكشن بقى، واشتغلت في الشغل. طب بتركزي دايما في لبسك على ايه؟ بتهتمي بالمحجبات اكتر؟ هو اكتر بالمحجبات، بس عموما ممكن اي بنت. عموما بركز يعني التارجت اللبس المحتشم للبنات التينيجر كده، الجامعه والشابات يعني. طب ده اهم حاجه. اهم حاجه طبعا. طب احنا داخلين الايام دي طبعا ايام جامعه، وداخلين كمان على سيزون الخريف والشتاء. فعلا انا عامله كوليكشن تساؤلات كتيره. اكيد انا عامله كوليكشن اسمه خريف وربيع، يعني الخريف والعيد الفتره ديت، عشان احنا بنختار ساعات نلبس فيها ايه، والالوان كمان تبقى بندخل الوان الشتاء مع الوان الصيف شويه، الوان درجات البني مدخلها مع الازرق او كده. ف يعني الالوان في بالنسبه للخريف طبعا هتبقى مختلفه عن الشتاء. اكيد طبعا. طب الخريف كده دخل يعني شويه، يعني ممكن ندخل اخضر مع ازرق مع كحلي، يعني الوان درجات غامقه شويه بس نفس الوقت فيها لون يعني. طب كان في الصيف في الوان النيون، يا ترى لسه موضه يعني تنفع في الشتاء برضو ولا لا؟ هو احنا عشان بيبقى محتاج الوان دافيه، مش هتبقى يعني مش هتبقى قوي في الشتاء، بس انا عموما انا حتى مش بحب ادخلها في اللبس بتاعي، ان بتبقى في الحجاب ملفته قوي، فمش هتبقى حلوه في الحجاب. طب ناس كتير فعلا بتتردد، هو لما ندخلها بتاتش بسيط، بس ندخلها بحاجه بسيطه مش كتير. طب ناس كتير بتتردد انها تلبس الالوان دي لانها بتبقى مش عارفه هي تليق مع بشرتها ولا لا، ازاي اعرفوا يا لايقه او مش لايقه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، هو اي لون بيليق على اي بشره، بس اهم حاجه البنت بتختار درجه اللون اللي لايقه عليها. يعني درجات الاحمر كتير بتليق مع كل الوان بشره، بس البنت ذكائها انها تختار الدرجه المعينه اللي تليق مع لونها. طب احنا مش عايزين الكلام ياخدنا، عايزين نتفرج اكتر عن الموديل وتصميماتك، فنشوف اول تصميم مع بعض. جميل قوي، لان انا حاساه مصري من اول ما شفته. هي لابسه دريس كده واخد طابع بدوي شويه عربي، بدوي عربي شويه، وداخل يعني هو اسود وداخل فيه القماش البرنت الخط كوفي. هي قطعه الجيب ولفه كلها وان بيس، هي لغايه فوق شعرها حتى بالاكسسوار بتاعتها. طيب قولي لي، هو اللبس ده ينفع لمناسبه معينه؟ لا ما ينفعش طبعا للخروج، يعني ينفع لمناسبه حاجه بعد الظهر، حفله كده، ف ينفع فيها اكتر، لانه في ناس برضو بيبقى ما عندهاش فن انها تلبس ايه فين. صح، دي اهم حاجه ان احنا نختار اللبس اللي نلبسه في المكان اللي احنا رايحين فيه يعني. طب بتهيألي ان الستايل ده عايز بنت طويله ممسوكه كده؟ طبعا اكيد. فعلا هو عايز بنت حد طويل ويكون زي جسمها هي كده موديل يعني. طيب القصيرين بقى يعني يمشي معاهم ايه؟ في حاجات تانية بقى هنشوفها ممكن عايزين برضه نهتم بيهم. اكيد طبعا اكيد. طب هنشوف تصميم تاني. جميل الديزاين ده. حلو ان احنا برضه بنطلع يعني مش بس بناخد موضه من بره، لكن احنا كمان عندنا دخل تاتش فن ولمسات جميله في الازياء المصريه. دي حاجه ستايل انديان شويه، انا بحب قوي الستايل الهندي. او الافلام الهنديه كمان راجعه الفتره دي، فكله هيبقى لايق مع بعضه، اللبس والافلام والمود. القطعه اللي فوق الكورساج اللي فوق كنت جايباها من الكويت وانا جايه، فدخلتها كده في حاجه هندي حلوه، فانا بحب قوي الستايل الهندي، بحب ادخله في حاجات كتير. طب اكيد انت عملتي عروض ازياء. عملت كتير دي في لي. كان فيها برضو الستايل الهندي؟ كان في، لا ما كانش فيها ستايل هندي بصراحه، لا ما كانش فيها، كانت يعني كانت في اول، كان اول ديفيلي كان واخد طابع الحاجات اللي هي من التراث بتاعنا، كان اسمه بالمصري اكون، كان في الحاجات يعني كان في مجموعه ديزاينر اللي في شغلهم دخل التاتش الشرقي او المصري. فكان حلو. طب هنتعرف اكتر على القماش. القماش اللي فوق قماش هندي تطريز، اللي هي قطعه الكورساج اللي فوق، بقيه القماش جيرسي. جيرسي مع الاكسسوار بقى الهندي الحلق وال، بس بيحرر القماش ده. الجيرسي افضل نلبسه في اخر
في اواخر الصيف يعني فتره الخريف حلو قوي مناسب ليها قوي يدفي حلو قوي فتره الخريف لكن في الصيف بيتهيألي بيحرر جدا اكيد اكيد هنا موديل ده حاجه سواريه شويه انا ملاحظه ان الحجاب السوري التركي او التركي هم السوريين اخدوه من الاتراك هم الاثنين اخدوه عشان نفس قريبين ثقافاتهم قريبه من بعض شويه طب انا عايزه برضه اسالك بما انك ديزاينر طبعا اكيد عندك معلومات كل المحجبات بيليق عليها الستايل اللفه الاشارب لا مش كل حد مش كل حد عايزه وش شويه يعني حبه شويه مليان شويه مليان شويه او في تدويره شويه لكن لو رفيع قوي او مسحوب بتهيألي اللفه الطرحه اللفه العاديه هي تبقى قليه اكتر طب نتعرف اكتر على الديزاين ده فكرته فستان بليسي حرير ومعمول بليسير وقماش عادية خالص بس انا ضغطاها بليسير يعني والحزام ده سيرما هندي هو بيتهيألي سواري شويه ما هو سواري سواري مناسبه لبنت رايحه فرح صديقه ليها او كده وعايز تلبس حاجه سيمبل يعني في بنات ما بتحبش قوي تطريز والحاجات الاوفر يعني فدي حاجه بسيطه انا ملاحظه حتى ان في فساتين الافراح وفساتين السواري الفتره اللي فاتت انه ما فيهاش تطريز كتير حاسه انها سيمبل قوي زياده عن اللزوم هو كل ما نبقى سيمبل على فكره كل ما تبقى احلى كل ما تبقى حتى فساتين افراح كانت ساعات بتلاقي قماش جوبير او حاجه مش متبرد خالص ما فيهوش تطريز او كده فبيبقى افضل يعني كل ما بتبقى الحاجه سيمبل وبسيطه بتبقى افضل طب يا ترى احنا عرضنا بس الموديل ده علشان الفكره ولا عشان اللون كمان موضه هو اللون موضه فعلا موضه معانا على فكره بقاله كذا سنه لون انا كنت لسه هقول لك ملاحظ ان الموف الغامق كمان الدرجه دي بالذات الموف الغامق الدرجه ديت فانصح بيها البنت اللي بشرتها قمحويه او سمراء اللون ده حلو قوي عليها والالوان الموف الدرجات الافتح شويه ممكن تلبسها بنت خمريه فاتحه فيبقى احلى عليها اكتر طب قولي لي بنات الجامعه دايما هم رايحين الجامعه غالبا بيصحوا مستعجلين وعايزين يروحوا بسرعه جدا فما عندهمش وقت بقى ان هم يجهزوا ولو لقيت حاجه مكسره تقعد تكويها بتبقى عايزه انها تنجز بصي هقول لك هو في دلوقتي قماشه اوريدي معالجه كتان او قطان اوريدي معالجه انها ما بتتكرمش بسرعه او ممكن ما تتكويش اصلا لان داخل فيها نسبه بولي استر فالبولي استر ما يخليش الحاجه تتكرمش قوي فما تبقاش محتاجه انها تكوي ومعظم الشيفونات والجرسيهات مش محتاجه كوي مجرد انها ما بتغسلها بتبقى مفروده يعني يعني تنصحي ايه البنات الجامعه الفتره اللي جايه يلبسوا في فتره الخريف؟ هو انا انصحهم اهم حاجه تختار كل واحد يختار اللون اللي بيبقى مناسب ليها وبالمحجبات بالذات يعني دي حاجه كتير بشوفها بصراحه مش بتعجبني ان هي الطرحه مشجره وتكون هي لابسه مشجر فبيبقى زحمه قوي فانا في موديل جديد لو لبسنا حاجه مشجره يبقى معاها حاجه ساده قطعت كلامك لان طبعا اول ما اشوف حاجه لازم اعلق عليها دي حاجه بقى البنت يعني ايه بقى جامعه جريئه شويه جريئه مش جامعه قوي بس يعني ممكن حاجه حفله كوكتيل او كده بس عايزه بنت يعني جريئه شويه يعني عايزه البنت تحب تلبس ليه عايزه بنت جريئه الخروات لونها قوي شويه والموديل ذات نفسه ف هو تقريبا واخد فكره الجيليه او البس بس طويل من ورا كده بس طويل من ورا انا لاحظت انه فعلا طالع موضه السنه دي الحاجات قصيره من قدام طويله من ورا فعلا حتى في فساتين السواري وكمان في اللبس العادي الكاجوال حاجات برده طويله من يعني من قدام وقصيره من العكس في حاجه غريبه في اللبس فعلا دي فعلا طالعه موضه بس زي ما قلت لك الموديل ده عايز حاجه حد شويه يعني بيحب الموضه بيحب الفاشن مش اي بنت تقدر وهنا لابسه فاي كمان يعني في ناس كتير بقى ممكن تقول لك لا انا كده على فكره موضه قوي كرافات موضه قوي طب بتدي انطباع اكيد عن الشخصيه لما البس كرافات يبقى انا بدي انطباع عن شخصيتي صحيح معين. هي بتدي ايه يعني زي ما قلت لك عايزه بنت جريئه شويه يعني بتحب تلبس او بتحب تبقى على الموضه او بتحب تلبس حاجه مميزه ما حدش غيرها لابسها يعني في بنت شخصيتها تحب تبقى مختلفه ما تحبش تلبس زي البنات او تلبس زي ما يعني كل لابس لا تحب تبقى ليها كده ستايل خاص بيها يعني هنا برضو في حاجه مختلفه هنا انا ملاحظه ان كلها حاجات محتاجه طوال بس على فكره الموديل ده ممكن بيناسب اي جسم حتى لو بنت مليانه شويه هيناسبها ده جيب بنطلون فواسع والفوق بلوزه فبسيطه سامبل قوي انا ملاحظه انك واخده بالك من اللبس المحتشم وانا ده بصراحه يعني يمكن انا شفت بنات مش محجبات لكن اللبس محتشم حلو عليهم وكور الحمد لله انا بحاول كده يعني معنى كده ان احنا ممكن نبقى لابسين على الموضه لكن طبعاً برضو في طبعا الموضه خالص يعني البنت المحجبه مش هتعيقها يعني الحجاب مش هيعيق الموضه ابدا او يخليها لا انا محجبه مش عارفه البس شيك او البس حلو لا وفي كمان الحلو دلوقتي في ديزاينر كتير قوي المحجبات ولبسهم هايل جدا
كمان بيدي نوع من انواع الغموض، في ناس بتحب اللبس ده اكتر. اكيد بتحسي انك مختلفه، بتحبي تلبسي حاجه مختلفه شويه. لا ده هنا بقى مختلف تماما عن اللي فات. ده بنطلون الادين على فكره، ده بقاله تقريبا 3 سنين معانا موضه، وحلو فيه ان هو بيلم جسم البنت حتى لو في ديفوع. طبعا الجسم المصري يعني مش رفيعين جدا، الرفيعين والتخين يعني المليانه هيديها فوليوم شويه، الرفيعه هيديها فوليوم، والبنت المليانه او في ديفوع في اي قطعه اي حته من جسمها هو بيلم الجسم كله بيحس. والبنت اللي معانا النهارده جميله ما شاء الله، ما ينفعش ان انا انكر برضه. وبرضه انا ملاحظه اللفه، يعني لفه الاشاره ولفه طرحه بسيطه، عشان احنا عشان الشغل دوت سيرما. على فكره القماشه ديت كانت شنطه، ده بدوي هندي، سيرما هندي. سيرما هندي دي بس شويه شبه البدوي، كانت شنطه. دي كانت شنطه وانا شلت وعدلت فيها. ده يعني معنى كده ان ممكن تبقى طبعا نعمل حاجات ريسايكل، فكره كده من دماغك. طبعا ممكن أكيد تخلقي بيها فكره جديده خالص، حاجات كتير او حاجات كتير قوي. طب بما انك عملتي كذا عرض ازياء وقلت لي كده قبل التسجيل، ايه اكتر الموديلات اللي كانت الناس بتحبها؟ بصي انا هقول لك على حاجه، هو كل بجد فعلا دلوقتي احنا يعني البنات دلوقتي لسن الشباب الصغيرات 20 30 سنه كده بيحبوا بجد الحاجات السيمبل البسيطه، وفي نفس الوقت تكون مختلفه، ما تكونش متكرره، او انا احس ان انا لابسه زي غيري، او البنت لابسه زي صاحبتها. في بنات كتير بتحس تحب ان هي تبقى لابسه تاتش خاص بيها مختلفه عن غيرها كده، فانا بحاول اعمل كده على قد ما اقدر، بحاول ابقى اعمل حاجات مختلفة يعني. طيب نفسك تناسب البنت اللبس الوقورة، تحب لبسها محتشم كده يعني. بما انك من النوبة، يا ترى في تصميمات كان فيها الطابع النوبي؟ هو انا بصراحة انا ان شاء الله قريب هعمل حاجة كده، هعمل حاجة كده. انا بجد انا قصرت في الموضوع ده، بس قريب ان شاء الله هعمل كوليكشن كده في كل التراث النوبي. انا عموما بحب التراث، حتى هتلاقي في كل كوليكشن حاجة من التراث، ودخل القماشة اللي هي البرنت خط كوفي بدخلها دايما في الشغل بتاعي. فان شاء الله قريب باذن الله هعمل حاجه كده باذن الله. يعني طبعا الكلام عن الموضه والجمال دايما مش بيخلص. اكيد يمكن ده اخر تصميم هنشوفه مع بعض. ده حاجه برضو سريعه لان الفتره خلاص بتخلص. ده حاجه برضو سواريه. برضو نفس، هو ممكن لو شريت الورده اللي هي الناحيه اللي حطها الناحيه الشمال، الورده المطرزه دي ورده بتتشال وتتحط متخيطه كده او مبسوكه كده. ممكن يعني ينفع ان هو موديل تنزل مش بس سواريه، تنزل بالصبح عادي جدا. لو حطيتها يبقى حاجه بعد الظهر المناسبه للصديقه كده. فستان، هو دريس فستان وعليه الجاكيت ده بيتربط من ورا زي كروازيه كده داخل في بعض. عموما هو جميل جدا. مرسي. والاجمل ان احنا النهارده يعني سجلنا معاكي وشوفنا تصميماتك الجميله. كورسان طيبه، نسبه عيد اكتوبر ولا عيد الاضحى ان شاء الله قرب. صحه وخير، وكل طبعا اللي بيتفرجوا على زينه باذن الله. طبعا احنا دايما علشان الكلام عن الموضه والجمال ما بيخلص، اكيد طبعا هنسجل معاكي تاني ان شاء الله باذن الله، ونشوف تصميمات مختلفه ان شاء الله باذن الله. خلصت فقرتنا النهارده عن الجمال.